ونعمته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. أنت أيها الرب الإله خلقتنا وليس نحن، ونحن شعبك وغنم رعيتك. أنت يا الله اللي خلقتنا، مش احنا اللي جبنا نفسينا، ومش احنا اللي بنصنع نفسينا، ومش احنا اللي بنقدر نتحكم في نفسينا. ليس نحن. في وقت من الأوقات وقف نبوخذ نصر الملك اللي احتل العالم كله في وقت أيام الإمبراطورية البابلية، وقف كده وقال: قوتي وقدرة يداي صنعتا كل هذه. لما امتلك العالم كله قال: قوتي وقدرة يداي صنعتا كل هذه. أنا اللي عملت كل المجد ده، أنا اللي امتلكت بقوتي وبذكائي وبقدرتي وبشجاعتي وبمجهودي كل ده. وما قدرش يدرك الآية اللي قالها داود: أنت يا الله خلقتنا وليس نحن، نحن شعبك وغنم رعيتك. مش احنا اللي بنعمل نفسينا، لكن احنا محتاجينك لرعايتنا. وبيحكي لنا انجيل القداس عن موقف ان في شاب غني، شاب صحته كويسة، جري مسرعا، بيجري بسرعة. والشاب ده كان غني، عنده أموال كتيرة وعنده معلومات كتيرة، حافظ حاجات من وهو صغير، وتقدم للمسيح وقال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ أشتري الحياة الأبدية دي بكام؟ عايزني أعمل إيه وأنا أعمله؟ أنا أقدر أعمل، أنا أقدر، صحتي كويسة، معلوماتي كويسة، إمكانياتي كويسة، فلوسي كويسة، أنا كويس، أنا أستحق الحياة الأبدية، عايز الحياة الأبدية. قول أي حاجة، قول لي أعمل أي حاجة وأنا أقدر أعملها. فالمسيح بص له كده وقال له: تحافظ الوصايا؟ قال له: من وانا صغير دي لعبتي، عارفها كويس. فالمسيح بص له كده وقال له: يعني طب روح عيشها، وانت لما تبيع مالك وطاعت الفقراء والمساكين انت كده بتحب القريب، وتعالى اتبعني حاملا الصليب انت كده بتحبني. والوصايا بتاعت العهد القديم كله كانت بتتلخص في الكلمتين دول: تحب الرب إلهك وتحب قريبك مثل نفسك. روح عيش الكلام ده اللي انت حافظه وعارفه. لكن طلع الشاب ده بإمكانياته الصحية والعلمية والمادية ما قدرش يعمل. ليه ما قدرش يعمل؟ لأنه بص للمسيح بنظرة معينة. أيها المعلم الصالح، فالمسيح سأله: لماذا تدعوني الصالح وليس صالح إلا الله وحده؟ ومش زي ما الناس التانية بتفكر وبتقول إن المسيح هنا بينفي الصلاح عن نفسه
لا، المسيح ما نفاش الصلاة عن نفسه، لأن المسيح قال من منكم يبكتني على خطية. لكن عايز يقول له أنت جاي تكلمني بأي صفة؟ هل لمجرد أنك بتبص لي أن أنا معلم، معلم كويس يعني تقدر تاخد منه شوية معلومات، ولا بتبص لي كإله يقدر يخلص؟ احنا بنبص للمسيح بأنهي نظرة؟ المسيح ده راجل طيب بيقول لنا كلام حلو وبيعمل لنا شوية حاجات حلوة. هل نظرتك للمسيح مجرد ان المسيح بيقول كلام حلو، بيعلم شوية تعاليم، بيقول شوية فلسفات نتبسط بيها شوية لكن نعيشها او ما نعيشهاش ده موضوع تاني؟ انت تعرف المسيح الايه؟ المسيح اللي بيعلم؟ المسيح اللي بيعمل معجزات؟ ولا بتعرف المسيح الإله القادر على كل شيء، اللي يقدر يديك الإمكانية انك تتبعه؟ محدش فينا من قدرته لا بعلمه ولا بصحته ولا بإمكانياته يقدر يتبع المسيح. لو بصينا للمسيح كمعلم بيقول لنا شوية أقوال نافعة وصالحة وشوية حكم وكلام حلو، لو بصينا للمسيح كنبي أو كرجل كويس، مش هنقدر نوصل لحاجة. لكن لو بصينا للمسيح المخلص الإله القادر على كل شيء، هنقدر نتبعه وننفذ وصيته، لأن هو اللي بيعملنا، هو اللي بيقوينا، هو اللي بيرعانا، هو اللي بيدينا الإمكانية. قال كده: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. من غيره ما نقدرش نعمل حاجة. لو بصينا للمسيح كمعلم هنقول الكلام اللي بيقوله المسيح ده ما يتعاش، ده يتوعز بيه بس في الكنايس، ده كلام كده يعني بنتسلى بيه، لكن ان انا انفذ الكلمة بتاعت المسيح ما اقدرش، وانا فعلا ما اقدرش. عشان كده المسيح بيعلن في نفس الانجيل ويقول الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. في فرق بإني أخذ وصية المسيح كمجرد تعليم وأخذ وصية المسيح كحياة المسيح بينفذها فيا. قوة حياة المسيح هو اللي بيعملها فيا. لما بدي للمسيح فرصة إنه يشتغل في حياتي، لما بتبع المسيح كمخلص مش مجرد ان انا جاي عشان اسمع شوية كلام يعجبوني او ما يعجبونيش، اصحى فيهم ولا نام، لكن لو انا جاي اخد حياة من المسيح، المسيح هو اللي يقدر يصنع فيا، لان هو اللي خلقني وهو اللي يعمل فيا، هو اللي يقدر يغيرني، هو اللي يقدر يديني إمكانية أن أنا أعيش الوصية. اللي قال لي حب عدوك هو اللي يخليني أحب هذا العدو، مش بإمكانياتي لكن بعمله فيا، لأن هو عمل كده، حب أعدائه. لما يقول لي تمم الوصية وكمل الناموس، مش بيقولها لي ككلمة أو أمر ويسيبني، لكن هو أكمل ناموسه عني، جه تمم
كل الوصايا عني. فلما باخد المسيح باخد إمكانية المسيح في حياتي. عشان كده لما كنا بنشوف المسيح بيصلي وبيصوم وبيقف في طابور المعترفين قدام يوحنا المعمدان، كان بيعمل كل ده ليه؟ كانوا بيعمله عني عشان يتمم كل ده من أجلي. فالمسيح هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا، هو اللي بيخلق فيا إرادة مقدسة. ما أناش عايز أبقى طاهر، ما أناش عايز أبقى متضع، ما أناش عايز أبقى نقي، ما عنديش إرادة، إرادتي منحرفة ناحية الشر. المسيح يخلق فيا إرادة مقدسة يخليني عايز، ومش بس يخلق فيا إرادة لكن كمان يعمل فيا. المسيح هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل كل شيء صالح وكل شيء طاهر. بس عشان المسيح يعمل فينا لازم نعيش في شركة معاه، لازم نتبعه، نتبعه يعني نفضل لازقين فيه، ماشيين في اثر خطواته، ما نخليش حاجة تفصلنا عنه. انا بصلي علشان ابقى فيه، انا بصوم علشان ابقى فيه، انا بتوب وبعترف علشان ابقى فيه، انا باجي واتناول عشان يبقى هو فيا وانا ابقى فيه. هي دي تبعية المسيح. انا بفتح انجيلي علشان ابقى فيه، مش علشان تتحسب لي حسنات او علشان اعرف شوية معلومات او علشان اقول ان انا انسان كويس او علشان اتفشخر بيها قدام التانيين، انا عارف اكتر منكم. تبعية المسيح هي أني أحيا المسيح، أن أنا أكون للمسيح. والمسيح لما لقى هذا الشاب بصله كده ويقول له، يقول نظر إليه وأحبه. المسيح حبه حتى بالرغم انه بسابق علمه عارف انه مش هيتبعه، لكن المسيح بيقدم الحب حتى للي مش عايزين يتبعوه. لانه بيقول حب ده في يوم من الايام هيقدر يجذبه، وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. حبه ده في قوة جاذبة، لما اختبرها أبو سيفين في حياته ما قدرش يسيب المسيح، لا قدام الإغراءات اللي اتحطت قدامه من داكيوس الملك، ولا قدام التهديدات والمخاوف اللي اتحطت قدامه والعذابات، لأنه فضل لازق في مسيحه، فضل ثابت في مسيحه، لأنه تبع المسيح فعلا. العلامة اللي تقول لنا إن كنا تابعين المسيح ولا لأ، ماذا نصنع قدام الإغراءات وقدام التهديدات؟ لما يبقى في إغراء هنعمل ايه قدام الاغراء؟ هنفضل ماسكين في المسيح ولا هنتشد ورا الحاجه اللي بتغرينا؟ لما يبقى في مخاوف وتهديدات وضغوط هنعمل ايه؟ هنفضل ماسكين في المسيح ولا نحاول ان احنا نهرب من الضغوط والتهديدات والمخاوف؟ ده المحك
اللي بيوري إن كان الإنسان بيتبع المسيح ولا لا فعلا. وقفوا الثلاث فتية قدام نبوخذنصر الملك باستهزاء كده ويقول لهم: هل يستطيع إلهكم أن ينجيكم؟ إلهكم ده اللي انتوا بتعبدوه ومرضتوش تسجدوا للتمثال بحسب أمري يقدر ينجيكم؟ وقفوا الثلاث فتية يرفضوا إغراءات المزمار والصنطير والرباب والعود والاحتفال الضخم اللي اتصنع للتمثال. وقفوا أيضا يرفضوا التهديدات بالأتون المحمى سبعة أضعاف اللي هيترموا فيه، ويقولوا لنبوخذ نصر: يوجد إلهنا، إلهنا موجود، وإلهنا ده قادر. وما زال العالم بيوجه السؤال ده لكل حد فينا: هل يستطيع إلهك اللي انت بتتبعه انه يشبعك، انه يفرحك، انه ينجيك، انه يسدد احتياجاتك، انه يحللك مشاكلك، انه يكفيك؟ هل يستطيع الهك يعمل لك كده؟ فين ده؟ ده احنا جعانين وحالتنا بالبلا وتعبانين وخناقات وصراع. مين فينا اللي يقف يقول يوجد الهنا القادر؟ اللي عنده التبعية هو اللي يقدر يقول الكلمة دي: يوجد الهنا. يا الله أنت خلقتنا وليس نحن، نحن شعبك وغنم رعيتك. ليه لازم نتبع المسيح؟ لو كل واحد سأل نفسه السؤال ده: ليه أتبع المسيح؟ عشان يغفر لي الخطية؟ عشان يحل لي المشاكل؟ عشان يساعدني؟ عشان يعمل معجزة؟ عشان كل واحد لازم يبقى له إله يتبعه؟ ليه أتبع المسيح؟ الكلمة اللي المسيح تملي كان يقولها لكل واحد: اتبعني، اتبعني. قالها لفيلبس، وقالها لنسنائيل، وقالها لبطرس، وقالها اللاوي العشار: اتبعني. ليه نتبع المسيح؟ لأن المسيح هو الوجود، هو الكيان، اللي بدونه مفيش وجود. المسيح ده كان تملي يتكلم عن نفسه يقول: أنا هو، إيجو إيمي، يهوى، الوجود، الكيان، اللي كل شيء موجود يستمد وجوده من وجود الله، اللي من غير الله مش هيبقى في وجود. عشان كده لازم نتبعه، لأنه هو وجودنا، هو كياننا، هو كفايتنا، هو الشبع بتاعنا، هو فرحنا، هو نصرتنا، هو راحتنا، هو سلامنا، هو راعينا، هو كل شيء. ولو ما تبعنوش هنفقد كل شيء. والتبعية مش بشوية الشكليات ولا الممارسات. أنا باجي الكنيسة، أنا يعني بعمل لي كل فين وفين، بصلي لي صلوة، أنا يعني بدفع في الكنيسة. مش دي التبعية. التبعية دي حاجة قلبية. قال هلو بطرس: ها قد تركنا كل شيء
وتبعناك هناخد ايه؟ هتدينا ايه؟ المسيح قال له اللي ترك هياخد 100 ضعف مع اضطهادات في هذا العالم والحياة الايه؟ طب هو بطرس خد حاجة؟ بطرس خد حاجة فعليا؟ صحيح اختبر في الليلة الأولانية لما تعبها وما مسكش سمك، مسك سمك كتير، بس حتى السمك الكتير اللي مسكه ده عمل ايه؟ سابه، ما قالش طب نروح نبيع الشروة اللي احنا البيعة اللي احنا اصطدناها دي ونعيش بتمنها. لا، ده ترك كل شيء وايه؟ وتبعه. لكن خد معنى وجوده، خد كيانه. ياما ناس كتيرة وصلت لأعلى الدرجات العلمية وعندها فلوس قد كده، لكن قلبها مش نظيف، قلبها مش فرحان، مش مرتاحة. تسأله انت عامل ايه؟ يقولك اهو عايش يوم بيجر يوم، لانه فاقد معنى الوجود، لانه فاقد مسيحه. مفيش عشرة بينه وبين مسيحه، مفيش تبعية بينه وبين مسيحه. وياما ناس عايشين في القرى وفي النجوع ما حلتهمش حاجة، بيناموا على الأرض ويضغطوا بالسماء، لكن تيجي تقول له عامل ايه يقول لك أشكر ربنا الحمد لله. انت فرحان؟ يقول فرحان قوي، لأنه فعلا يتبع المسيح. ويمكن صحته تعبانة وإمكانياته مفيش وعلمه مفيش، لكن فرحان، لكن مرتاح، شبعان. وجوده ليه معنى، بينما غيرهم حياتهم ضيعة وشايفين ولادهم بيضيعوا قدامهم، وشايفين ان حياة اولادهم بتضيع، فاكرين ان كل حياة اولادهم يجيب له معرفش ايه ويسوي له ايه ويفسحه ويخليه يعمل اللي على مزاجه، وبعد شوية لما الولد ده يكبر ما يلاقوهوش، لانه ما ادهوش المسيح. الولد فقد معنى وجوده ومعنى كيانه. فسحه، علمه، أكله، لكن ما سلموش سر الوجود، ما سلمهوش تبعية المسيح. لكن شطارة الإنسان اللي يبص كده لربنا ويقول له أنت يا رب